بطولة كأس ليبيا. ركل الكرة بشكل حلو والتسديد. جول! جول أول لمصلحة فريق الأنوار أعتقد الشاعري. خريبيش ينقلها بشكل حلو للأمام للاعب الجحاوي. الجحاوي والكرة تغادر. حاول يستغل الوقت لاعبي فريق الأنوار. تمشي كرة أمامية، محاولة للمرور والتقدم للأمام، كاد أن يخطئ ويخطئ. جول! جول ثاني لمصلحة فريق الأنوار في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول. أعتقد الساعة 5 وقت مناسب، تلعب الكرة وتعود من الدفاع. تعود مرة أخرى ناحية الجحاوي. الجحاوي ينقلها في الجهة اليمنى ناحية حبيج، يلعبها للأمام. جول! تضليل الفارق لمصلحة فريق المروج. إذن الخطأ لمصلحة فريق المروج. هناك اللاعب عبد الحكيم حبيشة يترك الكرة لزميله، تلعب الكرة بشكل ممتاز للأمام. جول التعادل يأتي الآن. جول التعادل يأتي الآن لمصلحة فريق المروج. نقل الكرة للأمام بشكل حلو. ممكن والدفاع يتدخل الدفاع في اللقطة الأخيرة. تصل الكرة إلى حارس المرمى حسام الدين العارف. الخط الأمامي وفي هذه الآونة سادتي تأتي صافرة الهولي. من هي زمن الشوط الأول بالتعادل هدفين مقابل هدفين. أعود ألتقيكم مع بداية الشوط الثاني. تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. احييكم مع انطلاقه الشوط الثاني في لقاء الانوار والمروج. تركنا الشوط الاول بالتعادل هدفين مقابل هدفين. الكره في حارس الملعب لخطي، تعود لايمن الشريف. ايمن يتقدم. ايمن الشريف، ايمن يمر بشكل حلو. لمصلحة فريق المروج عن طريق البديل أيمن الشريف. المروج ممكن يكون جول. ممكن لا 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 يا سيلا لا. الأنوار في البحث عن هدف التعادل. تمشي كرة أمامية، تمشي. ممكن جول. فريق الأنوار لعب الكرة للأمام. معاد الشيخي يلعب الكرة للأمام. تعود الإدريسي سدد. تعود وسي سددها ولكن وسي. تمشي الكرة للاعب البديل سدد. أحمد الشيخ ركنية للمرور، تلعب بشكل حلو ناحية داوود خميس، يلعبها للأمام. الدفاع يتدخل، التسديد والدفاع يتدخل مرة أخرى. بوس لمن تكون الكلمة. داوود يتقدم. هدف التعادل من كرة وضعت علامة الجزاء نفذها بنجاح. داوود خميس 4-4. 8 أهداف هنا في ملعب صدرته. حسن رجب يلعبها أمامية ناحية الرؤوس. تمشي الكرة لمصلحة فريق الأنوار، يلعبها من حوق. سعد البرداح
ان يخطو الدفاع يخلصها، خلصها من حلقه المرمى الدفاع. هذا ستيف من اللاعب كريم سيلا وتراجع، تعود بضربه راس وتعود للقلب.